هو الديزيز سايد اللي ما فيهوش امبلسز زي ما اتفقنا الودن بتزق دي بتزق دي ما بتزقش بقى انا هتزق ناحيه الايه؟ الديزيز كلينيكال تيست اوف سنسوري انتجريشن او انتر اكشن اوف بالانس كلمه كبيره خالص 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 ولكن دي بتدينا اوفر فيو على كل الفيستيبولر انبوت بتاعها دي سهله خالص بنسميها فور بانس بوستيريوري سوبر بوستيريوجرافي دي في التست اول حاجه بخلي العيان في الرامبل بوزيشن العاديه خالص هو مفتح عينه وهو مقفل عينه دي حاجه تاني بوزيشن بجيب مخده يقف عليها يبقى انا بوظت ايه هنا في المخده بروبريسبشن وهو مفتح عينه وهو مقفل عينه يبقى هو مفتح عينه يبقى ديبندنج على ايه على الفيجن والفيستيبولر سيستم لما يقفل عينه يبقى ديبندنج على الفيستيبولر سيستم بس ومفيش ولا بروبريسبشن ولا فيجن يبقى ده اول بوزيشن تاني حاجه ان انا بخليه واقف على الارض وعينه مفتوحه بس اللي قدامه مش واضح بحط له حاجه ستاره قدامه او يعني غالبا بنلبسه طاقيه قدامه او ما بيبقاش مغمض عينه يعني ده الاي كلوز ولكن بحط له هود قدامه زي يعني بيقولوا عارفين الشابو بتاع الاباجوره حطه قدامه بحيث يفتح عينه بس الفيجوال سراوند بتاعه مش مظبوط وبعمل تيستينج برده وهو واقف عادي وهو واقف على الفون فبغير كل الانبوتس بتاعه الفيستيبولر سيستم واشوف العين ديبندنج اكتر هنشوف الكلام ده في بوستيريوجرافي ديبندنج اكتر على الفيجن ولا على البروبريسبشن ولا على الفيستيبولر سيستم اول ما العين يجي ابدا التست ده عشان اعرف اختيارك حر ليك بس ده يوزلي وي ديبند اون ذا هيستوري اوف ذا بيشنت شوف هنحط يعني تيست واحد وخلص بدل ما نعمل مفيش تيست واحد خالص كل واحد يجي انديكيت انت شفت العيان تيست ده لك نتيجه والتيست ده لك نتيجه مختلفه تماما هي المشكله في كده ان مفيش تيست واحد تايم كونسيوم طب احنا ما قلناش ان مش تايم كونسيوم احنا قدامنا لغايه الساعه 5 بعد الظهر الباست بوينتنج تيست طبعا كلكم عارفينه التيست اوف غالبا اوف سيربيلر فانكشن بس سام تايمز وذ اكيوت يونيلاترال فيستيبولر ليجن وي كان هاف سام ديفيشن بس ذيس از بيزيكلي تيست اوف سيربيلر ديس فانكشن زيه زي الايه؟ زي الرومبر الفيستيبولر اوكل ريفلكس كانسليشن تيست يعني ما بنعملوش كتير ان ذا كلينك لان محتاج كرسي بيلف والعيان حاطط صباعه قدامه زي ما انا عامل كده وخلي العيان يبص على صباعه وهو وانا بلفه المفروض ان انا ابص على عينيه وانا بلفه طبعا هلف معاه كده يعني كلام مش واقعي قوي ف usually we do not do this VOR cancellation in the clinic نعمله instrumental في المعمل ثالث حاجة الاوتوريك فانكشن تيست دول غالبا بنعملهم في المعمل ما بنعملهمش او في السيميلر تيستنج ايكويبمنت لان مش واضحين قوي ان ذا كلينيك ولكن لازم تبقوا عارفينهم اللي هو السبجكتيف فيجوال فيرتيكال والهيد هيت تيست والسكيو ديفيشن السبجكتيف فيجوال فيرتيكال بنسميه ذا باكيت تيست الجردل بنستلمه كلنا واحنا رواب كلنا واحنا رواب بنستلم الجردل والخيشه عشان ننظف الاسم فبنجيب الجردل ونخرمه من ورا ونحط منقله جواه لان المفروض الاوتوريس ار ريسبونسبل اباوت ذا فيرتيكاليتي احنا اتفقنا ان نتكلم على على الجرافيتي بال فيستيبولر سيستم بس لازم اقدر احدد وات از ترولي فيرتيكال لو انا عندي يونيلاترال فيستيبولر ليجن اي ويل نوت استيميت ذا ترو فيرتيكال in life without visual cue يعني من غير ما ابص حواليا لو انا عندي unilateral vestibular lesion هيحصل deviation للترو vertical بتاعتي فاللي بيحصل ان انا بحط وزن هنا اهو زي خط والعين شايفه من جوه شايف اللاين من جوه وبلف الباكت ده بقول له قول لي امتى الخط ده نازل من فوق لتحت انه على زاويه قايمه على الارض
غالبا العيان بتاع البريفيرال فيستيبولار ليجن بيجيب ان الخط بيبقى فيه سام ديجري اوف ديفيشن. هنشوفها اكتر في الانسترومنتال عن هنا, بس وي كان دو سبجكت فيجوال فيرتيكال ويب ان ذا كلينيك از ويل. الهيد هيف زيه زي الهيد شيك, بس بدل ما بحرك العيان بدل ما بلف العيان كده بحركه كده, بعمل له ترانسليشنال موفمنت عشان اعمل ستيميليشن لليوتيكل, وببص على عينيه برده بيحصل فيه, هل بيحصل فيه كاتش اب سكيد ولا ما بيحصلش. السكيو ديفيشن از نورمال ريسبونس. نورمال ريسبونس لما بميل راس حد بيحصل ايه؟ لو ميلت راسي ناحيه الشمال كده اهو, الايز يحصل لها ايه؟ انتورشن ناحيه النوز والناحيه نفس الحكايه. يبقى when I tilt my head I suppose that the eyes will rotate towards the midline, يحصل لها intorsion. مع skew deviation ما بيحصلش, الايز بدل ما تلف واحده تطلع واحده تنزل, يبقى بدل ما الاثنين يلفوا كده اهو واحده تطلع واحده تنزل, يحصل distorted movement, يحصل skew deviation. يبقى الانتورشن والاكسورشن بتاعهم مش coordinated, والplane of movement ما بيبقاش coordinated. ده غالبا بيحصل في الاوتوليت dysfunction, unilateral اوتوليت dysfunction, او في السنترال ليشن. ده it is not a very common sign. كان عندي في العياده الاسبوع اللي فات عيان كده صورته بس مش عارف انقله على الكمبيوتر. كنت معايا انت يا صاحبي لما كنا بنصوره مش كده؟ نسيتي. To sum up, في الـ vestibular testing in the clinic, عندي حاجتين. What we call a harmonious labyrinthine syndrome. Unilateral vestibular lesion هتديني signs ثابتة. Finger pointing test, Romberg-Fukuda test, slow phase of vestibular nystagmus, direction fixed nystagmus, subjective visual vertical diseased ear, increased nystagmus or removal of sensation. كل الكلام ده زي ما كان الدكتور بيسأل, العيان عمل حاجة في تيست وعمل حاجة في التيست التاني, يبقى ده في حاجة disharmonious, حاجة مش ماشية مع بعضها. لازم كل الحاجة تمشي مع بعضها عشان أقول إن أنا عندي peripheral vestibular lesion. لو أي حاجة من دول مش ماشية مع بعضها it is not peripheral vestibular lesion. عشان كده بيبقى عندنا الharmonious syndrome والdisharmonious syndrome, ده حاجة وده حاجة مختلفة تمام. أي تست من دول مش ماشي مع التانيين يبقى عندي disharmonic syndrome وأشك في حاجة central مش حاجة vestibular. ده الـ summing up بتاع الـ harmonious الـ disharmonious الـ central والـ peripheral syndrome. في central investigation بتاعت تبقى MRI صح؟ ده انت بقى حاجات تانية كتير هنشوفها بقى, مش بس ام ار اي, في حاجات صوت بعده النيورو ممكن يروح اعمل له سي تي برين انه انت زي الفل ارجع مش طبعا سي تي برين هاز نو فاليو ان لايف, انتهى بوجود الام ار اي. ان انا اعمل له اشعه مقطعيه المخ طلعت سليمه ده كلام يعني لا يطلق عليه لفظه اكسكلود هيموريج تقريبا, بس بيكسكلود هيموريج بس تقريبا يعني حتى الهيموريج ما بتبانش في السي تي يعني لو الا لو عنده ماسيف هيموريج يعني احسن تعمله ام ار اي مور كوست افكتيف, اللي هيديك معلومات اكتر من كل حاجه. ودلوقتي بيعمل ام ار اي وام ار اي في نفس الوقت بيبين لك كل حاجه. فانك تعمل اكيوت هيموريدج في سي تي مش وارد قوي, لانه ممكن عشان ما عندكش ام ار اي فبتعمله سي تي وخلاص, بتقول له ما عندكش حاجه هو عنده مصيبه جوه. بس مش بيشخص الاندرلاين كوز يعني كل ده احنا الاندرلاين كوز مش بحاول بقى, وده اللي ده اللي ده السايد دي اهي ان احنا دلوقتي عملنا هيستوري وعملنا اكزامينيشن وعملنا الكلام اللي عارف فيه ساعه ونص ده اهو, وفي احيان كثيره جدا الكلام ده مش كافي ان انا ما وصلتش لحاجه. وصلت مور اور ليس ده سنتر, مور اور ليس ده بريفيرنت, مور اور ليس ده مينيرز ديزيز, مور اور ليس ده ديسميس فلو, بس سام تايمز ات از نوت كلير اند وي نيد فيردر investigations. Further investigations غالبا هنخليها لسه قدامنا شويه وقت على الصلاه مش كده؟ طب خلاص ممكن نخلص
الانفستيجيشن وتخلي بقى الجزء الكلينيكال قوي في بعد السنة. يبقى خدنا الهيستوري عملنا كلينيكال اكزامينيشن المفروض بعد